هرتب افلام الكاريزما كريم عبد العزيز دلوقتي، بس لو غلطت في الترتيب محدش يعمله منشن والنبي. الباشا تلميذ، لا الفيلم كان حلو على فكره، كان دمه زي العسل. تالت ولاد العم، لا حلو ولاد العم برضو تالت. مشكله افلامه كتير قوي حلوه. كان رجع القانون يعني. الرابع ابو علي، ناس كتير بتحب ابو علي بس انا ما اعرفش، مش عارف. الرابع الخامس، نقول الخامس عشان افلام فيه افلام كتير حلوه. نادي الرجال السري، لا ما عجبنيش. الخامس محطه مصر، دخلته مرتين، دمه زي العسل بس بصراحه في حاجات اقوى. الفيل الازرق، انا بالنسبه لي الفيل الازرق فظيع. الثاني عرمي في كي جي 2، كوميديا دمه خفيف جدا. بس الرابع البعض لازم يزوم مرتين، لا. الخامس ده ناتشاني، واحد من الناس دخلته مرتين برضه وكان عاجبني التنكر بتاعه لما هو عشان يتنكر حط سوالف. بيت الروبي، والله بيت الروبي خلي بالك وعلى ايرادات في التاريخ، بس هو مش اقوى حاجه عملها كريم، بس الفيلم حلو. التالت الفيل الازرق 2، انا بحب الفيل الازرق 2 جدا. ايه 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 الفيل الازرق 2، الفيل الازرق 2 الثاني الاول. فاصل ونعود، حلو فاصل ونعود. الرابع ها حرميه في تايلاند، لا ما ياخدش الخامس والله، لا يستاهل ياخد اكتر من كده بس معلش. ها كيرة والجن، كيرة والجن يستاهل يا جدعان الاول. لا تمام تمام، لا حلو بس برضه محدش يبعت له الفيديو اللي انا بهدلت الدنيا.